متابعينا على شواقع تيفي، كنحييكم مرة أخرى من منطقة سيدي بالخير إقليم إفران، وفي تتبعنا للملف والقضية ديال واش هي جريمة قتل أم حادثة سير، لأن معنا الأم الضحية وكذلك معنا ولد خو اللي غادي يحاول يساعدنا لأن هي عندها صعوبة في التكلم بالعربية، كتكلم يعني بالأمازيغية، لأن ولد اللي غادي يحاول يعني يترجم لنا وغادي يشرح لنا الكلام ديالها. يعني أسامة، بغيناك أنا تقول جداتك بالنسبة لولدها واش كان يعني واش كان مهلي فيها. إنما سيكريدي ميتنا الله اللي كيدير لا ميستر عبان لا ميتا نقاح انت غيوتين نيت الا غيت غير من غير صلاه الا غير من غير الا غير من غير تزرع تا غير من غير تزرع ايوا انا كنسمع يعني كان هو المعيل الاساسي ديال الاسره كامله، هو اللي كان كيصرف، هو اللي كان كيشري لها حوايجها، هو اللي كان كيقضي لها الاغراض ديالها سواء هي ولا الاب ديالها. وقلت في التالي انهم خرجوا عليه، الله ياخذ فيهم الحق. يعني بالنسبه لحاجه اخرى تقولي يعني هي كانت تكون كانت كتعرف صحابها وكتعرف الناس الرفاق اللي كان كيكون معاها، واش هي يعني كان شي واحد عنده فيه شك ولا شي واحد يعني ما كانش كتبغي انه يكون معاه؟ انما غير زعما غير ثين كيرانا يس لا شي شيرانا دي تمون مع لا غير تفغان شي شيرانا دي النادي تمون شي سمون الناس معنا انا غير قدرين معنا ديين الفعلاها. ايوا يا امي اللي تدو ما الصريخ اللي تفغي دور طلغي زي تمون تشاور ولي تتمون السينخ يعني كان كيخرج وما هي ما عارفاش مع من كان كيمشي ولا مع من كيخرج. فاش سمعت الخبر ديال الوفاة ديالو هي باش حسات ديك اللحظة؟ إن ملي اللي تسمع هاد الخبر الموت ما 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 ترد الفعل نمانا ما كنا ما اللي تسمع هاد الخبر الموت ما استشهد غنى انا شي يموت يعني الصدمة انا شن غانس انا شن يموت انا شن غيخنس افنزين وين الدانين اللي عق الا وسانت التليفون اللي قيم كوجر غاتو سانت قرضاش جرد غساب لي قلت لك هي ملي سمعت الخبر يعني حاولت تعرف على الطريقه ديال الموت ديالو. قالوا لها انه كان بحال شنقراسو ملوي بسارجور ديال التليفون ورجليه الارض مدليين، يعني هادشي اللي قال دابا. يعني بالنسبه لحاجه اخرى واش عمر شي واحد جا عنده في هاد السنوات كاع كامله قال لي على السبب ولا قربهم يعني ولدها كيفاش مات؟ اس جين دي داش يوك معنا داون ديال واش الاخبار غند داويني شي الحاج على حساب الموثنس غند معنا اي شي الحاج معنا تعلق الموثنس جن جين تفغ مدلا جين دي شغلانك هادي هنا يمشي ولا يمشي. يعني ما عمر شي واحد جا عندها اي ما عمر حتى شي واحد زعما جا للدار باش يسوال ولا شي حاجه ما عمر شي واحد جا. يعني متابعينا كيف ما تبعتوا الكلام ديال الام الضحيه يعني ربما هي ما كتعرفش تهضر بالدارجه، لكن اسامه ساعدنا باش انه يحاول يترجم باش نقرب لكم الصوره. الان غنسولوا اسامه اللي هو يعني ولد الاخ ديال 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 المرحوم. اسامه انت ديك الساعه كنتي صغير ولكن الحمد لله دابا كبرتي قريتي وعيتي بزاف الاشياء طلعتي على الوثائق، شنو الراي ديالك في الوفاه ديال العم؟ اخويا هي واحد القضيه اللي هي غامضه بزاف اخويا، لانه انا ملي رجعت الاول منشورات تنشرات في ديك السنوات كان انتحار يعني، وكانوا زعما شي معلومات اللي هي غالطه بحال في الاعمار بحال شي حاجه بنادم كيبغي غير ينشر. وملي كتجي التشريح كتلقى حادثه سير، مع العلم ان الطوموبيل ديالو اللي هي من نوع تويوتا صغيره ما كانتش معاه. يعني كاين تناقض بين التشريح وبين الراي العام وبين داكشي اللي كيقول اللي قالوا لنا. اما الجندار ما كان اخويا لا اونكيت لا بحث لا والو، حتى ل 2017 بناء على واحد الشكايه قدمها الوالد ديالي لوزير العدل. ديك الشكايه خرجت لهنا الدركيه ديال وادي فران، من بعد مشاو تسنطوا الاقوال ديال الاب ديالي والاب ديال المرحوم عمي عبد الرحيم غانم والجده ديالي. من بعد ما تسنطوا
من بعد ما تصنطوا الاقوال قالوا لهم واحد المشتبه فيه. داك المشتبه فيه يعني من بعد واحد شويه ديال الوقت تلقى عليه القبض وعيطوا على العائله، وملي عيطوا مع العائله تطلق الصراح ديال السيد. شنو السبب؟ يعني ربما يقول لكم علاش تطلق الصراح ديالو. السبب ما قالوا حتى شي سبب، ويعني صراح كان مع 11 ديال الليل، عيطوا لهم مع السبعه وكان صراح مع 11 ديال الليل. هادشي اللي كاين اخويا. حاله اسامه فكرنا ان هاد القضيه جريمه قتل، شنو السبب غيكون؟ واش طامع؟ واش عمك كان لابس عليه؟ واش كانوا عنده فلوس؟ واش الله اعلم واش تمت السرقه ديالو؟ واش شنو السبب خويا؟ صراحه بحكم انا كنت شويه صغير، ولكن زعما عاقل وكيبان لي. العم ديالي كان غادي شويه في واحد الطريق اللي كان شويه في مخدرات في داك التالي ديالو، وكيتمشى مع واحد الرفاق اللي هما ماشي زعما من المستوى ديالو. هو كان موجه في توجيه تربوي، مستشار في توجيه تربوي، وكان كيتمشى مع واحد الناس اللي معروف عليهم انهم خطيرين بزاف. في هذيك اللحظه كيف قلت لك واش تمت السرقه ديالو؟ واش نتوما كنتو عارفين انه هو كان عنده فلوس؟ واش الله اعلم ومشات ليه شي حاجه ولا لا؟ اخويا كان واحد السحب ديال 8 ديال المليون سنتيم في ذاك النهار اللي غادي يموت فيه. استعمل الحساب البنكي ديالو. استعمل حساب بنكي ديالو اللي كان فيه 8 ديال المليون سنتيم، ولقاو في ذاك الكونط انه بقات شي تقريبا شي مليون ونص سنتيم. المبلغ تسحب ربما حاولتوش وما يعني تبحثوا ولا دفعوا طلب يعني باش انكم تعرفوا شكون اللي سحبها؟ لا خويا ما كان حتى شي طلب، حيت ديك الساعه خويا كيكونوا بحال اللي قلتي دوك الكبار ديال القبيله هما اللي كيتكلفوا بهذه المسائل هادو، وهما اللي تكلفوا بالقضيه وتكلفوا بالاخر ديال الدفن. والحاجه انا اللي جاتني غريبه هو انه نهار الجمعه مات الحد تدفن بدون سلطه بلا حتى شي حاجه، وزعما دوك الوثائق انا اللي بغيت نشوف شكون تكلف بدوك الوثائق، شكون اللي قاد حيت ضروري كيخصك واحد توريزاسيون باش يخرج وشحال من حاجه، شكون تكلف بدوك الوثائق؟ يعني هذا اللي تكلف ما غادي تكون عنده درايه بالامر، غادي يكون عنده معلومات. هادشي اللي بغينا نعرفه. العائله ديالكم حتى حد ما تكلف؟ يعني حتى شي واحد ما تكلف، حتى شي واحد ما تكلف الا حاجه واحده، الجده والجد قال لهم يسنيو في شي ورقه عند الجندارم في الاول، هادشي في 2012. هادشي اللي كاين، يعني هذا اللي تكلف غادي تكون عنده درايه. واخا الانتحار ولا الوفاه ديال ولد عمه، واش كانت عندها علاقه بالموضوع ولا لا؟ ايه كمال غانم اللي كانت في السن ديالو تقريبا حوالي شي 21 ولا 22 سنه، كان صديق مقرب للمرحوم، يعني كان كيتمشى معاه كيخرج معاه، و بعد الوفاه ديال عمي الله يرحمه كانت سرقه ديال عم الوالد، عم جدي، كانت السرقه ديالو تقريبا محاوله قتل اللي تكلفت بها الدركيه ديال وادي فران، وغادي تكون دابا يعني داك الدوسري غادي يكون في الارشيف. يعني كانت تقريبا شي شهر ولا شهرين من بعد الوفاه ديال عمي، ومن بعد تقريبا شي شهر ونص الوفاة ديال كمال غانم. يعني كاين تسلسل في الاحداث، ويعني الا توصلنا للاصدقاء ديال اللي كانوا كيتمشاو مع الاخر، زعما الا كان شويه بغيبحت شويه معمق تقدر القضيه تخرج من هذا الغموض اللي هي فيه. يعني نتوما كعائله وكذلك اسره ديال المرحوم شنو كطالبوا من السلطات لا ديالكم ولا كذلك يعني من الراي العام باش انه تكبر هذه القضيه هذه ويتعاد النظر فيها وكذلك يتعاد فتح الملف؟ خويا الملف تفتح في سنة 2017، ولكن النتيجة واضحة كما هي في 2012، ما كاينش بحث معمق. يعني حنا بحال قلتي ديك القبلية مازال دوك الريوس ديال القبيلة كيتكلفوا يعني بالإجراءات بكل شيء، يعني هما اللي كيسيروا المنطقة. الأمن أخويا ما كاينش، وأخويا حنا عندنا أدلة، ما كنهضروش عن فراغ. يعني السيد مات حنا نمشيو معاهم في هذا الإطار القانوني، ونمشيو مع هادشي ديال الطبيب. التشريح فيها حادثة سير. السيارة فينا هي؟ هذا هو السؤال الكبير. السيارة فينا هي؟ الطوموبيلة فينا هي؟ لحد الساعة ما بانش. الساعة ما بانش، فينا هي الطوموبيلة؟ حنا حادثة سير، حنا كورثة ديال المرحوم بغينا نعينوا السيارة، فينا هي السيارة؟ يعني هذا هو الإشكال، يعني فيها غموض كبير. يعني متابعينا كيف ما تبعتوا القصة على لسان الأم ديال المرحوم وكذلك ابن الأخ ديالو، قصة
تملأها الغموض، قصة ربما عندها خبايا وأسرار ما غاديش نقدروا نعرفوها حنا، يقدر يعرفوها الطرف الآخر يعني الطرف الجاني، ولا كذلك كاين ربما شك ديال السلطات. لذلك مطالبتهم عندهم طلب واحد يتعادل، يعني البحث المعمق أكثر في هذا الملف هذا، لأن ملي كتسمع تشريح طبي فيه وفاة بحادثة سير والسؤال أين هي السيارة اللي تمت بها يعني الحادثة، هذه فعلا شي حاجة اللي كطرح بزاف ديال التساؤلات، زائد أن تم يعني السحب ديال المبلغ 8 ديال المليون سنتيم من الحساب البنكي ديال المرحوم، ولحد الساعة ما شافوهاش وحتى ما عرفوش هذيك الفلوس ديالو فين مشات. رسالة ديالهم واضحة، كنتمناو التدخل ديال السلطات في هذا الملف هذا، وحنا مازال غادي نتبعوا هذه القصة وهذا الملف في باقي الأجزاء. متابعينا، كان معكم حمزة مندوب خلف كاميرا عزين ساطوري، لنا الصورة لكم التعليق، تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.